السلام عليكم. هقدم لكم يا جماعة الروتين اليومي بتاع أحمد. أحمد نايم اهو على سريره زي ما شايفين كده. حمودة، أحمد، أحمد، اصحى يلا، اصحى اصحى يلا، الظهر أذن، اصحى، لا اصحى يلا، اصحى اصحى ولد، اصحى. بصوا يا جماعة، عشان بينام متأخر مش عايز يصحى خالص، عشان بينام ايه، بينام متأخر، دي اخرة اللي بينام متأخر. اصحى يا احمد يلا، بقعد اصحيه بالعافية، وفين وفين عبل ما بيصحى هصحيه وهرجع لكم تاني. احمد يا جماعة خلاص صحي، صباح الخير. قوم بقى يلا، قوم اغسل وشك واغسل سنانك، ماشي؟ اصحى يلا. وبص لازم ينام جنبه مين، ورينا كده لازم تنام جنبك مين. مستر امريكان، اسمه مستر امريكان ولا كابتن؟ كابتن امريكان. لازم كل يوم ينيمه جنبه، ولو ما لقاش كابتن امريكان ما بينامش، لازم ينيمه جنبه. يلا بقى نغسل وشنا. ما بيعرفش ايدي. استنى انا هقيدهولك، استنى. ايه انا ادولك انا. يلا ادخل بقى البس شبشبك زي الشاطر كده، وادخل بقى الحمام، اصورك في الحمام. اغسل بقى وش. اول حاجه بيعملها يا جماعه احمد، بيروح جري يجيب المرجحه بتاعته اللي مركونه قدام النيش، وبيحطها كده في وسط الصاله ويتمرجح، ولازم يعمل ازعاج للبيت كله اول ما يصحى من النوم. حتى لو احنا نايمين، هو اول ما بيصحى من النوم بيعمل كده ويقعد يتمرجح ويعمل بقى دوشه للبيت كله. ما انت مش ناوي تفطر؟ لا. ها لا، لازم تفطر. انا هحضر لك الفطار، ماشي؟ وقف البلعه دي وتعالى كده. هتاكل ايه؟ اعمل لك سندوتش جبنه. لا اعملي لانش. لا لانشون غلط. كل يوم نفس الحكايه. لا مفيش لانشون. لا اعملي. طب اعمل لك فته لبن. لا اعملي. لا مفيش لانش. لا اعملي. طب انا عندي فكره حلوه، عندنا بليله، اعمل لك بليله. ماشي. بصوا يا جماعه، توته بتحضر لحمه، تحضر له البليله زي ما شايفين كده اهو. خلاص يا توتا سخنت، خلاص كفاية. هنا من هنا هاتوا له، ماشي؟ بنروح هات المج بتاعه، حطه له على الترابيزة، فضله بقى البليلة في قلب الطبق. شاطر يا توتا، برافو عليك توتا. يا جماعة اللي بتعمله الأكل، طب قولي لهم اي حاجه. تعالى حضرنا لك البليله يا احمد. حضرنا لك البليله، اسمها ايه؟ بصوا يا جماعه، احمد بعد ما اتفقتي معاه انه هينزل ياكل تحت في الجنينه عشان يهوى عن نفسه كده شويه، هتبص دلوقتي سايب البيت ده كله، سايبين البيت ده كله عشان الشتاء، عشان الجو برد، وقاعدين فين؟ في اخر اوضه في البيت اسمها حجرة الكراكيب، اصلا بنحط فيها كراكيب، حاطين فيها التلفزيون عشان الجو برد، ونقعد فيها بقى ونكعمش كده. بصوا يا جماعه، جنة جايبه لنا بيبي صغير. لسه احمد صغنن خالص. هو مش هيعضني؟ لا ما بيعضش. بس هاتي يا جنة شيله شويه. عايز تشيله احمد؟ ما ينفعش، ما يكبر شويه عشان هو لسه صغنون. احمد عايز يشيله باي طريقه، صح يا احمد؟ انت بتحب البيبات الصغننه؟ يلا هاتيه يا جنة شيله شويه، هاتيه شيله. ده يا جماعه ابن جارنا، بس جنة بتحبه بتروح تجيبه. اللي جابلك يخليلك يا جنة. هاتيه ما شيله شويه. طيب لا هاتيه والله هشيله شويه. اخيرا يا جماعه جنة ادتني اشيله شويه، لان كل مره اقعد اتحايل عليها هاتي ما اشيله، اخيرا ادتهولي. احتسي يا جماعة، احمد قاعد فين؟ قاعد يتفرج.
قال انت مظبط نفسك ومظبط حالك يا احمد؟ قلت لك هتفطر في الجنينه احسن. وطي وطي جماعه. عامله مظبطه نفسها وعامله لنفسها سندوتشات، واحمد قاعد ياكل سندوتش بطاطس، واحمد بياكل بليله وجالنا محتاسه مع البيبي وانا بصور. يلا خلصتي اكل يا توتا؟ اهم حاجه اول ما يصحى من النوم يعمل فرق كده ويقعد قدام التلفزيون، ما بيرضاش ينزل تحت حتى يلعب. ينفع كده يا احمد؟ لو عجبتوا من الفيديو يا جماعه ما تنسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. ومع السلامه.